بسم الله الرحمن الرحيم. واش تقدر تقول على عمي عبد القادر؟ عمي عبد القادر اكثر من ما تقدرش تعبر على الشعور تاعك في فقدان رجل مثل هذا. عمي عبد القادر ما كانش فقط في كرة القدم في مولودية الجزائر، عمي عبد القادر كان من اولئك المسؤولين اللي كانوا كل شيء في مولودية الجزائر في كل الرياضات. عمي عبد القادر اولا عنده ثقافة كافية باش كمسير في كل الرياضات في نادي مولودية الجزائر في السبعينات. زيادة على هذا، هذا الرجل كان مولودية الجزائر كانت شغل تمشي في العروق تاعو. ما أشهده على المرحوم أنه كان من القلائل الذين قدموا المولودية، مش المولودية اللي قدمت لنا. كلنا قدمت لنا المولودية حاجة، احنا كرياضيين كلينا شربنا وحيد قرا واحدة. عمي عبد القادر كل مرة كان هو يقدم، كي كنا رياضيين كان هو يقدم، يقدم الأم يشهدوا عليه كل اللاعبين السابقين تاعنا يشهدوا بلي واش كان دار الخير، وانا اشهد عليه في رياضة اخرى كذلك واش قدم كذلك. كان حتى في وقت ما ونصرات الظروف وحبوا يبعدوه على المولودية ما بعدش، كان ناس قالك احنا نروحوا، جات لا ريفورم نروحوا، عمي عبد القادر ما بعدش. في سنة 2001 كان وقف ضد أولئك الذين أرادوا أن يحرفوا مسيرة مولودية الجزائر ويقسموها باش يضعفوها، علما بأن كرة القدم هي القاطرة في مولودية الجزائر للرياضات الأخرى، وعندما تنحي القاطرة يبقوا لك هذوك لي فاغون يبقوا لك في لاغار. قلت لك باش نرجع لك، عمي عبد القادر كان مهتم جدا بالفئات هذيك الشبانية. تفكير تاع عمي عبد القادر هو أن، وهذه عشنا بها، كي تعود مولودية الجزائر مليحة الرياضة الجزائرية مليحة، بالنسبة لي هكا ما يخافش هو، باش كان يقول باللي مولودية الجزائر هي العمود الفقري للرياضة الجزائرية. بالك هو اللي من كذلك الناس اللي بالأدلة والبراهين جاب إلى اللجنة الأولمبية وبرهن باللي أول نادي جزائري هو مولودية الجزائر بالوثائق، وهو الرجل الوحيد فينا في مولودية الجزائر اللي جاب التاريخ تاع مولودية الجزائر باش يحافظ عليها على بالك، ونحطو راه حطو في المتحف تاع اللجنة الأولمبية الجزائرية. وبارك الله في الجميع إن شاء الله.